بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000. في الحلقة دي عاوزين نعرف ازاي نوصف سلم في 3 دايمنشن، سلم 3 قلبات بالابعاد الموضحة عندي على الشاشة ديت. عندي فراغ في النص هنا ابعاده متر 50 في اتجاه واي ومتر 80 في اتجاه اكس. في عندي 3 قلبات، في القلبة ديت في اتجاه اكس طولها متر 80 فيها 6 درجات، وفي قلبة هنا عمودية عليهم في اتجاه واي فيها 5 درجات وعرضها متر ونص. ارتفاع الدور كله 3 متر بادئين من هنا من عند الصفر اللي هو منسوب الدور ده. طلعنا على 6 درجات دول هيطلعونا لحد منسوب متر و5 سنتي. هنطلع على 5 درجات التانيين نوصل لحد متر 95، ومن متر 95 لحد 3 متر هتطلعني القلبة التالتة، اوصل لحد ارتفاع الدور اللي فوق الدور ده. اللايف لود اللي على السلم 3.1 طن على المتر المربع، الكفرنج بوينت 15 اللي هو المحارة والعزل والرخام اللي هيتحط على السلم، احنا افترضنا ان هو بوينت 15 طن على المتر المربع. الويت اوف ستيبس اللي هو وزن الدرجات بيساوي 19% طن على المتر المربع، وده حسبناه من ارتفاع الدرجة، قسمنا ارتفاع الدرجة على 2 اللي هو 15 سنتي على 2. في كثافة الخرسانة 2.5 يطلع 19% طن على المتر المربع. السكنس بتاع البلاطة 18 سنتي. البيمز اللي عندي كلها 12 في 50. في عندي هنا 3 كاميرات حوالين السلم في منسوب الدور، وفي هنا كاميرا مايلة مع السلم اللي هي الكاميرا اللي باينة هنا باللون الأزرق ديت، دي مايلة مع السلم. كل الكاميرات ديت 12 في 50. في عندي أعمدة 4 أعمدة حوالين السلم قطاعاتهم 25 في 60. علشان نوصف ده على برنامج الساب، نفتح برنامج الساب ونعدل الوحدات الى طن متر، ونعمل نيو موديل جريد اونلي، ونصفر الجريدز ديت، ونعمل اديت جريد بالابعاد بتاعتنا البابل سايز واللي كنا نخليها بوينت 6. ونيجي هنا في الاكس انا عندي 3 مسافات متر وربع ومتر 80 ومتر وربع. وبعدين صفر، هنسمي دول وليكن 1 2 3 4. وفي اتجاه واي في عندي 3 مسافات برضو متر وربع وبعدين متر ونص وبعدين متر وربع. متر وربع بعدين متر ونص وبعدين متر وربع وبعدين صفر، وليكن دول هنسميهم A B C D. في اتجاه زد عاوزين بس ارتفاع الدور 3 متر وبعدين صفر. بعد كده نعمل اوكي، نقفل شاشة من الشاشات ديت ونجيب الاكس واي بلان. في عندي هنا الاكس واي بلان عند الزد ب3، هننزل مستوى نجيب عند الزد ب0. ونعرف قطاع البلاطات اللي عندنا من ديفاين اريا سيكشن. في عندي اريا سيكشن وانا نعمل لها موديفاي ونسميها وليكن سلاب 18 سنتي، تخانتها بوينت 18. اوكي، دي تخانة السلم اللي هي دي. ونبدأ نرسم السلم في البلان عند زد ب0 بكويك اريا، ونسيب الجزء اللي هو في منسوب الدور ده نرسمه. بعد كده نظهر الفيل اوبجكتس او المحاور، هما الاتنين واحد بيحققوا لي الشرط بتاعي ان انا اعرف ان البلاطات ديت مفيش حاجه منها مقلوبه لوكال اكسس. اوكي، اللوكال اكسس بتاعت البلاطه كلها الاحمر في اتجاه اكس والابيض في اتجاه واي، والزد اللي هو اللوكال اكسس 3 الازرق اللي فوق. تمام، نبدا نرفع البلاطات ديت جزء جزء. المفروض ان البلاطه ديت ما هياش في منسوب صفر، البلاطه دي عند منسوب متر وخمسة سنتي، فنختار البلاطه دي من الشمال اليمين كده ونعمل ايديت موف، نحركها في اتجاه زد بارتفاع متر وخمسة سنتي في 3 دايمنشن، هتلاقيها اتحركت لفوق. نظهر الفيل اوبجكتس عشان تبان. نجيب الاكس واي بلان تاني، لسه البلاطه ديت كمان ما اتحركتش، البلاطه دي عند منسوب متر 95، نختار ديت من الشمال اليمين كده الاربع نقط بتوعها، ايديت موف عند متر 95 من الارض. اوكي، 3 دايمنشن اللي ارتفعت. البلاطه المايله ديت لسه النقطتين بتوعها كمان المفروض يترفعوا لفوق، من ايديت
موف، دول المفروض يطلعوا عند منسوب 3 متر، يبقى كده طلعت الدور اللي فوق كده تمام. لكن بعد ما ظبطنا البلاطه ديت والبلاطه دي ودي، هنلاحظ ان اللوكال اكسس بتاعتها دارت بزاويه 90 درجه. يعني هنا لو جبناهم في البلان فيو، سيت 3 دي فيو اكس واي بلان، شلنا الابريتشر ديت، ده كده في البلان، بس ده انا شايفه في 3 دايمنشن اهو مكتوب تحت 3 دي فيو ده، كده انا كاني وكاني ببص عليه من فوق في البلان. اللوكال اكسس بتاعت المحاور بتاعتي هنا الابيض في اتجاه واي، الابيض في اتجاه واي، الابيض في اتجاه واي، البلاطه دي والبلاطه دي، الابيض بتاعي في اتجاه اكس، معنى كده ان انا هطلع ام 1 1 مكان ام 2 2. فانا عايز يبقى دايما اللون الاحمر ده في اتجاه اكس، فممكن نلفف المحاور بزاويه 90 درجه بحيث نخلي الاحمر، لو انا يعني لو خفيت الفيل اوبجكتس هتبان اكتر، شيل الفيل اوبجكتس ديت كده هيبان ايه ان اللون الابيض هنا في اتجاه اكس بالنسبه للبلاطتين دول، وبالنسبه للثلاث بلاطات دول مظبوط هنا في اتجاه واي. فاخترنا البلاطتين دول وهنعمل اساين اريا لوكال 3 وندور المحاور بزاويه 90 درجه كده. لوكال اكسس 2 اللي هو الابيض ده بقى في اتجاه واي، مش مشكله ان هو في اتجاه واي الموجب او السالب، المهم ان هو في اتجاه واي. ولوكال اكسس 1 اللي هو الاحمر ده في اتجاه اكس، ولوكال اكسس 3 اللي هو الازرق لاعلى في 3 دايمنشن هيبان عندي الاعلى اهو، هنا الاعلى وهنا برضو الاعلى. عايزين نرسم بقى البلاطه اللي هي عند منسوب زد ب 3، نجيب الاكس واي بلان عند، نطلع خطوه لفوق زد ب 3 اهي، في بقى صف بلاطات في الحته دي، كويك اريا نرسم الثلاث بلاطات دول مظبوطين اهم، الثلاث محاور بتوعهم مظبوطين، الاحمر في اتجاه اكس، الابيض في اتجاه واي، والزد والازرق اللي هو اللوكال اكسس 3 في اتجاه زد. بكده نكون خلصنا دور من ادوار السلم البلاطات بتاعته. نرسم كمان الاعمده بتاعته، نعرف قطاعات الاعمده من ديفاين فريم سيكشن، نلغي القطاعات القديمه دي ونعرف قطاعات الاعمده من اد ريكتانجولر. انا عندي الكولمز كلها كانت 25 في 60، يعني بوينت 6 في بوينت 2.5، وعندي كمان قطاع كاميرا بيم 12 في 50، بوينت 5 الدبس بتاعها في الويدث بوينت 12، ونلغي القطاع الدبليو 36 في 300 ده. اوكي كده عندي قطاعات الاعمده والكاميرات. ممكن نحرك بالكيبورد كده الرسمه بتاعتي شمال ويمين او فوق وتحت بالاسهم بتاعت الكيبورد، ونجيب من هنا درو فريم، نرسم الكولم بتاعي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ده دور كامل اهو. نلف نرسم الجزء التاني كولم من هنا لهنا، نلف تاني كده. رسمنا الاربع اعمدة لحد منسوب الدور اللي فوق. نرسم بعد كده الكاميرات، انا عندي هنا 3 كاميرات في البلان في منسوب الدور، كاميرا في منسوب الدور هنا وهنا وهنا عند زد ب3. نجيب الاكس واي بلان عند زد ب3 مظبوط كده، نرسم الكاميرات بتاعتنا اللي هي قطعها 12 في 50 من هنا لهنا لهنا لهنا، دول كده الثلاث كاميرات بتوعي. نجيب 3 دايمنشن ونرسم هنا كاميرا في منسوب نص الدور على المايل كده مع السلم اللي هي ظاهر هنا دي الزرقاء ديت هنا، درو فريم برضو الكاميرا اهي من هنا لهنا لهنا لهنا، ممكن نكرر دوت دور تاني لو عملنا اول واديت ريبليكيت
لينير في اتجاه زد بتلاتة متر نمبر دور كمان. اوكي دور كده دورين. ممكن نلغي الأعمدة ديت، العمود ده كده ممكن نلغيه لأنه مش هيبقى شايل حاجة فوق غير الكاميرا، هو والجزء ده وده وده أنا مش عايزهم. هنعمل بس جزء عمود صغير في الحتة ديت، كولا من هنا لهنا كده، لو ظهرنا كده الإكسترود فيو هيبان أفضل. عندي ثلاث كاميرات في منسوب الدور وكاميرا في منسوب نص الدور على المايل هنا او في الدور اللي تحت برضو ظهر اهي، ولففنا كده هتظهر اكتر. بعد كده هنختار البلاطات كلها ونقسمها قطع ما تتعداش نص متر من اول edit divide area الاوبشن التاني ده نص متر في اتجاه اكس نص متر في اتجاه واي. اوكي نشيل الاكسترود دي كده اتقسمت اهي، ونحط السبورتس بتاعتنا تحت الاعمده. ممكن نجيبها في الاكس واي بلان تحت عند زد بصفر، نختار النقط مش هتلاقي فيه غير النقط اللي تحت هي اللي ظاهره دول كده، هنعملهم اساين جوينت ريسترين هنجد. النقط اللي تحت دي انا عملتها سبورتس ليه؟ لان ديت بيبقى تحتها حيطه صغيرة طالعة من اللبشة، بيبقى فيها أشاير طالعة من اللبشة اللي هي بتشيل البادي بتاع السلم، فليها سبورتس برضو بالإضافة للأعمدة اللي هتشيل الأدوار المتكررة بعد كده. أنا عملت السبورتس للأربع أعمدة تحت ديت ودي 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 بالإضافة للجزء ده. بعد ما أقسم طبعا هيظهر لي أربع نقط، فروحت جاي مختارهم وعملت لهم الساين جوينت رسترين هينج. بعد كده نعرف حالات الأحمال من define load cases، ونعمل هنا حالة اسمها live load، نختار لها النوع بتاعها live، ونعمل add new load. اوكي ونعمل البلاطات نختارها كلها من all، نعمل assign area load uniform shell. في حالة dead load هنحط عندنا الكفرنج بوينت 15 وكمان وزن الدرجات بوينت 19 يطلع 34%، طلعنا على المتر المربع في اتجاه الجرافيتي لتحت. ونختارهم تاني برضو ونعمل لهم اللايف لود اساين اريا لود يونيفورم لود لايف قيمته بوينت 3، لكن هيبقى جرافيتي بروجيكتد لان دايما اللايف لود بيبقى على الهوريزونتال بروجيكشن. اوكي عملنا كده الديد لود واللايف لود. نختار الكاميرات كلها ونعمل لها اساين فريم بروبرتي موديفاير، ونقلل مقاومة التورشن بتاعتها شوية لان احنا مش هنعمل تشيك على التورشن بتاعي، فلازم اهمله في الاناليسيس في الاول. وليكن هنخلي التورشنال كونستنت بتاعها في بوينت 0.1 قيمة صغيرة. نحفظ الملف بتاعنا نبدأ نحله ونلغي المودل نعمل run now. كده حل وطلع ال deformed shape نتيجة الكيس اللي هي dead load. ممكن نعمل هنا combination من define combination، نعمل كيس اسمها alternate عبارة عن dead load مضروب في 1.5 زائد كمان live load مضروب في 1.5، نعمل اد. اوكي نطلع البيندنج مومنت على الشيلز ام 1.1 في الكومبو الالتيميت اللي هو ده هيطلع لي التسليح في اتجاه اكس اتجاه اللوكال اكسس 1. هنا العزم قيمته 1.6 او 1.7 طن متر. هنا العزم قيمته 2.18 طن متر ألتيميت.
ده اللي هنصمم عليه التسليح، اللي هو هيبقى في اتجاه اكس، اللي هو بالنسبة لي هيبقى بالشكل ده كده. ده اللي هو التسليح في اتجاه اكس. في تسليح في اتجاه واي اللي هيبقى في الاتجاه التاني، ده هنشوفه في ام 2.2 التيمت برضو، اللي هو هيبقى في اتجاه المحور الابيض ده، قيمته 1.3 طن متر، ده الماكسيمم بتاعه، او 1.7 كمان، هنصمم على 1.7، ونحط تسليح في الاتجاه التاني يبقى بالشكل ده كده. يبقى ناحية العزم هنا كله عزم موجب. بكده نكون انتهينا من حل السلم اللي هو الثلاث قلبات على برنامج الساب. ان شاء الله هنستكمل في الحلقة الجاية ازاي نوصف السلم اللي هو الهيليكال، السلم اللي على شكل حلزون على برنامج الساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.